أطفال، أنت نسيت تبدلنا الورق ده يا أستاذ عبد الصبور. ورق إيه اللي نسيت أمضيه؟ اتفضل يا باشا. والله الواحد ما بقى فيه دماغ يا أستاذ طلعت. الله يكون في العون يا باشا. قالوا لي يا أستاذ طلعت. نعم يا باشا. أنت عندك أولاد؟ الحمد لله، سامر وسمير. ولدين؟ دول ولادي يا أستاذ صلحت، ولادي. ده ابني حازم، ابني الصغير، ودي بقى الدكتورة علا حبيبة باباها. أنا كنت ناوي النية لله إن لما يجي لها عدلة أريح عرسها على الآخر. اتفضل اتفضل اتفرج، شوف جميلة إزاي وأمورة. ربنا يخليها يا باشا. أنت قلت لي ولادك خريجين إيه؟ خريجين يا أستاذ عبد الصبور، ده كبيرهم في الإعدادية. إعدادية؟ اتفضل اتفضل. انا قررت ادخل. استاذ عبد الصبور بعد اذنك شوف لي بس صيغه المذكره دي اذا كانت مظبوطه كده ولا لا. اه استاذ منير، انت مش ناوي تتجوز؟ استاذ عبد الصبور انا متجوز بقالي 5 سنين دلوقتي، امال دي بتعمل ايه حضرتك؟ اتفضل، عيد صياغتها تاني، ما تنفعش. أنا عصبي ليه كده النهارده؟ صباح الفل على عمي وعم المحاماة في مصر، حبيب قلبي، ازيك يا بابا؟ عايز ايه زفت الطين انت راخر؟ ايه اللي جابك هنا النهارده؟ حضرتك اللي جبتني، ما انت لو بتديني مصروف عدل ما كنتش هجيلك كل شوية. ممكن تجيب 50 جنيه؟ ايه التنهيده دي؟ خلاص يا سيدي مش لازم 50 جنيه. في ايه مالك يا ابو علا؟ ابو علا، مفيش حاجه في الدنيا وجع قلبي غير الكلمه دي. يعني خلاص ناوي تتبرى منها وتديني الاوضه صح؟ اصل بيني وبينك يا البت غثه ورخمه بصراحه. يعني يا ابن اختك طيبه وغلبانه وجميله، بس هي اللي حظها كده. مش كفايه انها لحد دلوقتي من غير جواز؟ اوبا، الكلمه دي مش بتاعتك. مين اللي وزك عليها؟ امك، من كتر زنها على وداني ما بقاش يجي لي نوم، بقيت اقوم من النوم علا علا علا، واسال نفسي لو بكره جرالي حاجه والبيت دي مفيش راجل تعتمد عليه هيبقى مصيرها ايه؟ بعد الشر عليك يا حاج، انت زي الفل اهو. ثم ايه كلمه مفيش راجل دي؟ انا مش قدامك اهو ولا ايه؟ ان وانت بس ما تقلقش خالص. بسمتك ده منظر راجل ممكن حد يعتمد عليه. الصراحه الصراحه يعني؟ آه. اكيد لا. شفت ازاي انا ليه حق؟ على فكره انت بدات تقلقني وتوترني، وده في حد ذاته مش كويس. طب ما تتصرف يا بابا، اتصرف، اعمل زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه؟ اخطب لبنتك، ابني بيتك، كده يعني. انا مستنيك يا اخويا. مستنيك انت وامك عشان تنصحوني. انا خلاص اتشبهت في الشركه. تاجر مخدرات؟ تاجر مخدرات ايه يا تافه؟ موظفين، زملاء، بقوا عارفين ان انا بخطب لامك. امي؟ اه امك اختك، انا بقى فيها دماغ للكلام ده. الناس بقت تشوفني تجري من قدام. ما انا لو كان في حد من اصحابي ينفع كان زماني جوزتها له، بس كلهم عيال اساسا ما يعتمدش عليهم مواطنين. بس لقيتها لك يا حاج، الواد حسام ابوه لسه مطلق امه من اسبوع، اكلمه لك؟ حسام؟ لا ابوه. طب ما انا اعمل ايه يا حاج؟ ما دي الناس اللي اعرفها، ولع في نفسي ولا اقوم امشي ولا اعمل ايه بقى؟ يلا يا حازم يلا نمشي، انا خلاص زهقت، تعبت من الشغل النهارده، ما عادش ليا نفس. الله يخرب بيت الجواز اللي يعمل فيك كده يا حاج. يلا يا ابني يلا يلا. مساله غريبه،